شهدت مسابقة أفريقية للألعاب الإلكترونية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة تنافسا شديدا بين فرق من 7 دول، وجلس المتسابقون أمام شاشات الكمبيوتر لساعات عدة، وتابع جمهور اللاعبين يتبارون في لعبة كاونتر سترايك. وأقيمت المنافسات في مسرح بمدينة الدار البيضاء في المغرب، ونظمتها شركة إينوي المغربية للاتصالات بهدف نشر ثقافة الألعاب الإلكترونية. Aujourd'hui, on a vu que la dernière fois, on a gagné 3 joueurs.